اللهم لا حسد، 3 مليون فيو في يوم، حاجة يعني مذهلة. 3 مليون فيو في يوم ده رقم لازم تتوقف عنده، ولما تيجي تتوقف عنده ده معناه انه الناس منتظرة المطرب، منتظرة الفنان، منتظرة النجم، وبالتالي اغنية الفنانة الكبيرة نجمة نوال الزغبي عقلي وقف، ده اللي كنت بقول لكم عليه، تجاوزت 3.5 مليون في يوم واحد، 24 ساعة حققت 3.5 مليون فيو، ما شاء الله، تاتش وود، مش عارف باللبناني ممكن نقول ايه، بس احنا نقدر يعني نبقى واثقين منه انه كده الناس كانت منتظرة انتظار على احر من الجمر لسماع نوال الزغبي، الفنانة الكبيرة نوال الزغبي معانا على التليفون. اهلا بيكي. اهلا بيك، مساء الخير. مساء النور. هو باللبناني يعني ايه اللي بيتقال زي ما شاء الله كده عندنا؟ ما شاء الله، يعني ليها حاجة لبنانية ولا؟ عندنا كتير مصطلحات، يعني بنقول كمان اسم الله، بنقول شي بيعقد كتير، كل واحد بيقول حسب ما هو متعود. احنا هنقول يعني كل المصطلحات، لانه يعني ما شاء الله انه 3.5 مليون فيو، ده معناها ان الناس منتظراكي على احر من الجمر. الحمد لله، الحمد لله. يعني وبهذا الوضع بتعرف كيف كل الفنانين بتحسهم مترددين بين بينزلوا اغنيه ولا ما بينزلوا اغنيه، العالم كيف رح تتقبل هذا الشيء. لقيت انه نحن كمان بتعرف الفن دائما بيقولوا يي على الفنان بيقول رساله، ايه رساله، نحن عم نقدم رساله، انا كنوال الزغبي انا عم اقدم بعد رساله. منا مهنتي يعني كمهنة أوكي بعتش منا، بس هي بالنسبة للرسالة يعني أنا عم حاول فوت على بيوت الناس، طلع لهم من المود الكئيب، خليهم يشعروا إنه الحياة حلوة والحياة اللي جاية بكرة أحلى، ورح ننتصر على هالفيروس اللعين يعني. ووصل المسج للناس والحمد لله، أنا كتير سعيدة بالأصداء. يعني دي هتبقى أغنية من ضمن مجموعة أغاني هنسمعها خلال الفترة الجاية؟ يا إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا متوقعين كم غنوة الفترة يعني الجاية؟ ليك أنا إجمالاً كل فنان بحضر ألبوم وبشوف الوقت المناسب لينزله، خاصة أنا بعد كده باقي كان إلي شي سنتين وشوي ما نزلت غير ثلاث سنجلز مع اتحرك كان لمسلسل برمضان اغنيه تتر مسلسل. لقيت انه نحن بوضع ما عاد مطلوب البوم بوجود الديجيتال وبوجود السوشيال ميديا، يعني بتنزل البوم بيخبط شهر وبيوقف. لقيت انه لازم كل غنيه اعطيها حق، لانه بصراحه انا عم بتعب بجيب اغاني حلوين، يعني ما الي قلب كبهم هيك صد مره، لانه العالم عم يعني بتسمعهم يعني بتنجح غنيه اثنين ثلاثه والباقي بتحسهم خلص راحوا بدهم شيء جديد. فانا متبعه السياسه الجديده انه رح نزل كل فتره اغنيه صورها فيديو كليب وان شاء الله خير. طب انا عندي الحقيقه سؤال، يعني مش عارف هتستغربيه ولا لا، تفتكري الايام بتاعت زمان احلى لما كان ينزل البوم نوال الزغبي واحنا نبقى قاعدين منتظرين ومنتظرين اخبار نوال الزغبي هتقول لنا الالبوم هينزل امتى وناخد بعضنا ونحجز الالبوم في المحلات حاجات زي كده، ولا دلوقتي انه استخدام السوشيال ميديا وننزل الالبوم على هيئه اغاني منفصله سينجلز واحده ورا الثانيه، ايه الاحلى بالنسبه لنوال الزغبي؟ ليك اكيد هذاك كان الزمن الجميل مثل ما بيقولوا. يعني انا يعني الزمن اللي قبل اللي ببداياتي انا بلاقيه احلى بكثير من هلا. مش كده؟ لانه كان الفنان كيف بدي اقول لك ينتظروا اخباره، يحاولوا قدر المستطاع يعرفوا شيء عنه، يعني هلا بتلاقيه موجود على السوشيال ميديا، وبالنهايه السوشيال ميديا يعني لها حسناتها ولها سيئاتها،
بس انا بالنسبه لي عم حاول اتاقلم مع كل الازمنه مثل ما بيقولوا، مع كل زمن عم حاول اتاقلم. يعني صرنا بعصر عن جد الالبوم بطل مطلوب. اصله انا افتكر يعني. انا افتكر انه بفضل الاجل يعني. انا افتكر انه كان بيبقى كده ايه من دواعي التباهي انه يقول لك مثلا ايه، انا عندي كل البومات نوال الزغبي، ده جزء كان من التباهي، عندي كل البومات فلان الفلاني. دلوقتي المساله ما بقتش كده، الاغنيه بتنزل سوشيال ميديا ونشغلها من التليفون على العربيه على طول وبعدين خلاص. مش عارف، صح، احساس مختلف. في لك شغله، نحن هلا اصعب من قبل. ليه؟ لانه يعني انا اذا بدي نزل سينجل يعني بتكون بقوه البوم. يعني تخيل قد ايه انا بدي اتعب لحاول كل غنيه سينجل بدي نزلها تكون بقوه البوم، والا حتفشل الاغنيه وحصير صعب علي الاغنيه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. طب مساله قبل كنا نعمل البوم، نعم في غنيتين ثلاثه رح يضربوه، الباقي لزاز حيحبون الناس لزاز. ده يخلق ضغط. مسألة إنه بنزل أغنية ده بيخلق ضغط على نوال؟ بصراحة بيخلق ضغط كبير، لأنه يعني أنا هلا بلشت أشتغل على الأغنية الثانية. تحية للشباب المصريين أحمد الزعيم وأحمد رؤول، و يعني بلشوا ينفذوا الاغنيه الثانيه، اغنيه جدا رائعه انا مبسوطه فيها كثير كثير كثير، مش مصدقه كمان. جمعت الاسبوع الجاي بحط صوتي وبلشنا نحضر فيديو كليب لهالاغنيه. كويس قوي، كثير متفائله وكثير متحمسه، ويا رب نخلص بقى من هالضغط اللي عايشينه، لانه صراحة أنا اشتقت لحياتي القديمة، اشتقت للمسرح، اشتقت للناس، اشتقت لكل شيء برات البيت. أنا لي سنة محجورة، يعني بروح بس على محلات كرمال اشتغل وارجع. طيب قبل ما هطلب منك طلب، مش عارف هتعمليهولي ولا لأ، هسأل الأول، عايز أطمن منك شويتين على لبنان، طمنيني على لبنان. الله يعيننا صراحة، الله يعيننا، الله يعين اللبنانيين. صحيح، احنا شعب مظلوم، شعب مخطوط من السياسيين اللي عندنا للأسف. صراحة يعني يمكن أكثر مرحلة اللبناني عم ينزل فيها، يعني هيدي الكلمة اللي أنا بقدر أختصرها بكل الكلام اللي بدي أقوله، أكثر مرحلة اللبناني عم ينزل فيها ببلده. أنا بتشكرهم كلهم للسياسيين اللي حكينا، ربنا ما يجيبش ذل خالص، جوعوا الشعب، ذلوهم، انفجار بيغطوا عليه لأنه الكلمة تورط فيه. شو بدي أقول لك؟ كثير أشياء. أنا بالنهاية محقونة، أنا مواطنة لبنانية محقونة ومن الشعب، وتعبنا صراحة، تعبنا. احنا ما بيلبق لنا هيك، احنا ما بيلبق لنا هيك حكام صراحة، احنا بدنا حكام عندهم ضمير. ومن الاخر نقطع السطر، لبنان عمره ما يتذل، ولا الشعب اللبناني يتذل ابدا والله. بس كمان انا عارف انه ذلونا وحياة الله، يعني شو بقول لك، اخر همهم هون السياسيين، اخر همهم الشعب اللبناني، كل واحد بفكر بمصلحته الشخصية وبس وبس. فهمك كفاية يعني. انتوا فنانين، انتوا فنانين لبنان كان دايما ليكوا دور كبير قوي في دعم لبنان. يعني انتوا الفنانين اللبنانيين كان دايما ليكوا دور كبير وعظيم ومهم في دعم لبنان في كل مراحلها، وكان في مراحل للاسف كانت زمان صعبه، يمكن كان ايام الحرب الاهليه وهكذا، وبرضه فنانين لبنان كانوا واقفين ورا شعبها. فانا عارف انه فنانين لبنان الفتره دي كمان عندهم دور كبير هيلعبوه، اظن ذلك. طب هل في قريب، بس تخلص حكايه الكورونا والحظر بتاع الطيران اللي بيحصل في الدنيا، نلاقيكي موجوده في القاهره بحفله حلوه كده زي زمان؟ اكيد حبيبي، بمصر بلدي. انت بتقول ايه؟
أنا انا عارف انها مصرية بلدك والمصريين حبيبي. يحبوك يعني. وانا بموت فيهم يعني، انا على طول لما بغني مصري بتلاقيني ملعلعه في كل الدنيا. نلنا جزء من الاغنيه الجديده، هتوافقي؟ اكيد لا، عشان انا عايزه اعمل اكيد لا بعد كل الكلام الحلو ده. واكيد لا لا ومصر بحبها والفن والمصريين. ده انا قلت هتقولي لي ايوه هغني اغنيتين. انا مش هغني هندي، انا مش هغني هندي، انا هغني مصري مصري. ماشي ماشي ماشي، يعني احنا هنعتبر انه ايه، هتحوش لنا الغنوه ومحبتك للمصريين في حفله قريبه. اه اكيد بصراحه يعني بإذن الاغنيه الله. الجديده فظيعه وكتير عم كتم عليا، وبدي العالم بصراحه بستنزل تعمل كمان خضه يعني. ان شاء الله. انا عايز اشكرك جدا، ابارك لك على الغنوه، وان شاء الله لما هتوصلي القاهره اكيد هنبقى موجودين معاكي في الحفله، واكيد ساعتها بقى مش هترفض لنا طلب ان احنا نستضيفك في برنامجنا. اشكرك جدا 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 نجمه اللبنانيه والعربيه ومصريه الروح نوال الزغبي، شكرا جدا ومبروك على الاغنيه الجديده.